جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن. لا يجب رد السلام أثناء قراءة القرآن، رد السلام واجب إلا في هذه الحالة إذا كان يقرأ القرآن، يعني في أحوال منها هذه الحالة إذا كان يقرأ القرآن فإنه لا يجب عليه الرد، بل له أن يستمر في القراءة. نعم.